السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد راكب الصغ اليوتيوب. اليوم غادي نجاوبو لا راديو أمازيغ. خدينا بعض الفيديوهات ديالهم، خدينا الأسئلة ديالهم اللي تتكلموا بها. مثلا تتكلم واحد على أخ ديالو بلا تعتقل ومن بعد تقتل، تتهم هو بغي، هو اللي بغى يقول في الفيديو، تتهم الدولة المغربية بلا اعتقلت الأخ ديالو في 2006 قتلوه. هاد السيد هذا من بدا يتكلم بدا يهضر على هشام بوشتا، من بعد واحد شوية بدا يهرب، زعما بغا يديرنا ما بين القنفود والسلوقي. القنفود دخل الحفرة والسلوقي تابعو من الفوق، زعما هو بغا يدوز، زعما هو يدير لاخر قنطرة ويدوز هكذايا. مي معليش، لاخر ما عمرو ما قال شي حاجة. هذا اللي تيقولك تعرف هشام بوشتا، وكلهم المغاربة عارفين ليستوار، ماشي مشكل. ما عليناش، ندوزو بلا اتهم فيه الدولة المغربية بلا اعتقلت خوه، شداتو 3 سنين شي جنان، ومن بعد 3 سنين قال لك قتلوه في 2006. هاد خوه هذا اللي تيدعى قال لك خوه بلا قتلاتو الدولة المغربية، خصو بعدا اول حاجة يعطينا الاسم ديالو قبل ما يهضر في الفيديو، يعطينا الاسم الشخصي ويعطينا الاسم العائلي ديالو باش نعرفو هاد خوه، هاد الشبح ديال خوه اللي هضر به اتهم به الدولة المغربية باش نعرفو. ولا انت هاد خوك اللي تيهضر على هاد خوه هذاك اللي الدولة المغربية قتلاتو واتهم به الدولة المغربية، عفوا بالله، قتلاتو، اش عندو كاع في لاكارت ميموار ديال المسامس، ديال العروق، ديال الحفاري، ديال الدماغ المسامس ديال الحفاري دراسو، اشنو صنع لينا، شنو صنع لنا كاع في البلاد، اينا صنع دارو كاع، شنو قد صايب لنا الماء رومبلاصاه لنا بشي برودوي واحد اخر، اشنو دار لنا شي حاجه طات بشي بوحدها، ما عنده والو، ما لا نيفو لا والو، بحالو هو النيت اللي تدعاو بالمعارضه في هذاك راديو امازيغ. برصتين لنا راسنا، هما ما مغربه ما والو، تلقاهم جايين من المرتزقه وحاطينهم تما كيفورنيهم هكذايا طنطنوا، عطي شي بقريه نعطيك لهنا الراس، وما عندوش كاع النيفو ديال المعارضه، كاع اللي هضر من الصمت لتحت ولا يدي انسو انتيليجون، عفوا، باش يبقى يشتم في الناس ويشتم في الشعب المغربي وفي ساماجيستي وفي الاسره العلويه كاع كامله، ويشتم في المغاربه كاملين، هذاك راه ما عندوش النيفو ديال المعارضه كاع. اللي بغى يدير المعارضه بحالهم هما تيتكلموا واحد اللحظه، قال لك هو هذاك بومشتا، قال لك هو الرئيس ديال الاتحاد الجمهوري للمعارضة للكلاب والحمير وصوت الشعب للكلاب والحمير. انا عندي هذوك دخلنا معهم العالم الحيوانات، يعني ما غاديش نزيدو معهم. هاد الناس هادو هما السماء لا تسمعون هيق الحمير، يعني غادي يبقى يهرنق يخش خريش 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 خر مهما كاين اللي يسمعو، لان ما عندهمش، اولا ما عندهمش النيفو ديال المعارضه، وما عندهمش لونغاج ديال ما التعبير، عفوا ما عندهمش تعبير النيت ديال المعارضه. واش هما اجاو جادو اللي بال غير اللي نعس فيهم وبالي فيق يدير هكا يلقى راسو مسرسط، يجي حنا في اليوتيوب يبقى يشخر علينا حنايا المغرب هادي من هنا. واحد بدا يهضر على التعليم، قال لك التعليم بين نواكشوط، قال لك احسن من التعليم ديال المغرب، وحنا المغاربه كاملين عارفين التعليم ديال بلادنا وعارفين التعليم ديال الدول الاخرى. هو مشى ديال بنغلاديش وراه عنده التعليم في امريكا، واخا بعيد امريكا راه عندهم التعليم في امريكا، التعليم كاع في امريكا كاع، اش علم كاع، علم شنو نو، علم الدراري شنو، علم تشد لك الفيزي ولا يشد لك المترايوز وتمشي لك الليسي ولا هكا وتبقى يطرطق في عباد الله. وهذا ما عنديش انا هنا، ما ديزولي، هذا التعليم اللي غادي يعطيه لنا حنا، هادشي كاع ما عندنا في المغرب هنا باش يهضر ليا على التعليم ماشي خصك توصل تولي طبيب، تولي مهندس، تولي هادي، ماشي هادي عفوا، باش تولي بيلوت، تولي شي حاجه تقدر هادي ديالها،
لكن ماشي بحال هذا اللي يقول لك التعليم ديال المغرب مع ديال البنغلاديش ولا سماك ما تقول البنغلاديش مع امريكا. واخا نتوما كاع عايشين في امريكا تكلختوا بحال هذوك الشعوب ديالهم حيت عندهم شعب ما طاريش تكلختوا بحال انت تعطي وادي ديالها تمشيو لك عاوتاني تمشيو لك المصحه تيقول لك واه في البلاد ما عندناش مصحات وما عندناش هادي وما كاينش عندنا الدواء وما عندناش المصحات وما عندناش ويجي ويبقاو بنادم غيضرب هكا. خاصك تعرف واحد القضيه بان انت راك عايش في امريكان وهما كامل الربعه ولا خمسه اللي تيهضروا في هذاك راديو امازيغ بلا راهم عايشين في لوروب كامل وعارفين ما محتاجينش لينا حنا نوريهم بوارق الا غير عايشين هكاك ما كاينين ما يقدروا ما يكونوش عارفين شي حوايج. واش انت تيصحاب ليك بلا في امريكان واش غادي يخدموا لك مع المزاليط؟ علاش تشوفهم غير ناعسين غير في الطرق هان ملي كان بينهم غادا في عشاري وناعس غير في الطريق وتتكذبوا عنا تقول لك هنا في امريكان كاين الحقوق وكاين هاد واي دوله اي ليطا غادي خدها من عندي ما يقدروش يخدموا مع لي بوفر غادي خدها من عندي. يعني الا تبعتي البوفر باش تخدم معاه وتفورني راه ما تقدرش ما غتربح والو ما كاين غتخسر ما غتربحش. ان الا مرض خصك تدوز له تعطيه دير له تفعل له ترك له راكم عارفين في امريكا راه عندكم ما تقدرش تو بوبا ان لي طيب بوبا ترافاي افيك لي بوفر ونهضروا ديريكتوم. واحد ما عنده تا غوفوني ما عندوش شهريه داخله ولا دين الدوله ما تقدرش تخدم مع هذاك لان اي حاجه اللي عطاتها له ولا وفرتها له يعني عندها غير خساره مع هذاك لان ما كاينش يقول لك شوف تقول لك ما تعطينيش تقول لك ما تعطينيش الاسم ديالكم بالمعارضه تقول لك ما تعطينيش علمني كيف اصطاد السمك ما تعطينيش علمني ولا تقعد تدعو بها وتهضر ليا مع المصحات ديال المغرب ولا هادي. خاصك تعرفهم ولا راه عندك شك راه اشاك فيل في المغرب خصك تعرفها بلا كل عشيه تيجي لك 240 بليسي تيجي مضروب ولا هادي ولا طايح ولا هادي منا كاين اللي عنده سيكاتريس فيها 15 سنتيم كاين اللي مهرس على 4 مرات ولا 5. واش نتايا واش في ليزيرجونس واش غادي اوكيبي وهذاك اللي مجروح الى دونا لي تا ايرجو ولا هذاك اللي جاي يقلب رجلو ضاره ولا راسو ضار؟ وا تهضروا ما عندناش لي ميدسان ما عندناش كاين عندنا كلشي بحال بحال لا ميدسين بارتو بحال بحال تمشي لميريكان فين ما مشيتي هو هذا غير هو سي نورمال تيكون الميدسان راه موكيبي في جهه واحده اخرى الور لا جيتي غادي تساين عندك واحد شويه لا مالكم في امريكا ما تتساينوش تتساينو تتعيا وما تتهضرش كاع بحال هكا لا ما غتوريناش امريكا ولا بحال واحد عاوتاني تيدعى تا هو بالمعارضه معاهم في هاديك راديو امازيغ دوالو تا هما هي تما دخلنا معاهم العالم الحيوانات نكملو معاهم في عالم الحيوانات بشعارنا السماء لا تسمعوا نهيق الحمير وعاشا محمد السادس والمغاربه كاملين نسمعوا الفيديو ديالو. الفيديو ديالو شنو يقول فيه؟ واش انت اي خليفه ديال القوه راه عطاك امانه تتصرف فيها وليت ان فونكسيونير ماشي وليت ان فونكسيونير زيد ان فونكسيونير وي ماشي هو راه موظف كموظف ماشي مالك ولا خليفه. شو السؤال ديال هاد اللقطاء وهاد المرتزقه؟ هادو راه جايين من المرتزقه بلا ما يكسر لي راسي راه ما مغاربه ما مغاربه ما فيهمش كاع الدم ديال المغاربه. تيوجه لسو ماجيستي تيقول بيان هادي مزيان تهضر تيجاوبو هداك الشي باش نقبطو حنايا وما يبقاو يسولو راسهم يجاوبو راسهم بيديهم. انت غير خليفه الله هو عارف سو ماجيستي خليفه الله ومن يعرف القضيه بالله ما واكلاش لو عرف راسو بالله زلق 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 بيدورها بدي يعجب هكا يا راك مالك خليفه الله. واش هاد الناس هادو واش هاد عالم الحيوانات هادو غنبقاو ندخلو معاهم في دابا قلت لكم هادو ماشي مغاربه المغاربه ما تيغلطوش هكذا
ما تيغلطش المغربي تعرف شي يقول راه جايين من المرتزقه ومحيدين لهم هذاك اللاكس ديالهم يبقى يجي ولا يقولك هذا راديو امازيغ والصحراء مغربيه وتا بوليزاريو معلش ما تيقولوش مغاربه مولاي سير انت وقولها لهم تكلم معاهم انت اللي لحقتي تماك وقلتي لهم باللي انا من امازيغ تيقولك شليح مولانا هذاك غيش لي يحمول انا يبقى يقول لك غيش لي يحمول انا باش نوريك انا ماشي غير صايق غير هكاك عن وبشعارنا السماء لا تسمع ناحق الحاميه اما بعد واحد الفيديو ديال هذاك رحال قدام البيت الابيض بامريكا واحد اللحظه تنشوف واحد السيد تيتكلم معاه مغربي تيقول له وي عافاك ما تخسرش هضره ما تقول والو هذه لا انا نقول ويدير ويفهم ودير فهم كنزو تيقول لي انا صحافي ونقول لي بغيت وهذه وداك الوجه ديالك انا نقول لك من هنايا سمعني ابو قرميطة وديك راه دايره غير الكلب ديالي غير البيت بيل انا في ديالو ديالي في عنقو ديالها لو في عنقو الكلب وبالاسم ديالي مغاربي مغربي وجنسيه مغربيه الا عندك شي حاجه ما تقول ولا تبغي تعاير المغاربه ولا هادي جي وتكلم معانا حتى واحد ما منعك ما تدخل من البلاد حنايا دوك اللي ما عندهمش اللي ما عندهمش اللي ما عندهمش لا بال ما عندوش شي حاجه تدخل البلاد ونتكلموا وقول له بغيتي ما تقول عندك علاش تبقى تسب وتعاير جي دخل البلاد وهضر كيما بغيتي راك في اليوتيوب شوف الناس راه مسوغ اليوتيوب راه الناس يهضروا في البلاد اللي عنده شي حاجه ما يقولها تيقولها وزيدو حنا في البلاد هذاك الشيء ولا عندنا بالمكشوف ترونسبارون ولا عندك شي حاجه قولها ما كاينش اللي يهضر معاك ما كاينش كاع اللي يقول لك شاد دير ولا سكوت ولا تقول لي بغيتي هضر مع راسك هضر ولكن خصك غير تكون تهضر على صواب ماشي على صواب تنقول لك خصك تجيب شي حاجه اللي كاينه صحيحه ماشي تهضر لنا في القهوه راهم كاينين تيهضروا راه تنشوفوهم في اليوتيوب شاهدنا عده فيديوهات ديال الناس في المغرب و تيتكلموا كاين تيتكلم شنو اللي ما عجبوش تيتكلم في البلاد يتكلم في البلاد ما تهضرش لنا بعيد وتبقى تحلم وتبقى تسب فينا وتعاير حنا شوف انا راه ماشي شيفون غير اللي نشفو رجليه اللي باقي عنده راه اللي عنده شي شوكه مازال لحق وصلالو القدم ديالو لاصقالو في القدم ديالو بقى يجي يسب في المغاربه ما تنسمحو حتى واحد ما يعاير فينا حنا ما كاينش اللي عايرنا ولا يقول لك امازيغي ولا يقول لك ولا نتوما بني امازيغي انت دي تقول امازيغي والاخر تيقول لك امازيغون وما القران ما تيتقرا بلا مازيغ ما تيتقربش لها علاش يتقرا بالعربيه شكون اللي غيكوميني معاك ما كاينش لي كومينيكي معاك باردو ما كاينش لي كومينيكي معاك قول انا من امازيغ وانا نبول عليهم وندير ليهم هادي اصنت مولاي راك انت كامل والو واخا تكون في كاع 120 كيلو تكون عندك في الوزن ديالك وتكون راك واقف طاي هو هذاك ورا نهار تجيلك راه ان كوتشيت غير شويه يطيح لك غير الطونسيو غير ان كوتشيت هكا يطيح نجيو نبقاو نبولو لمك في الفم ديالك وراك عارفين الا كنتو مغاربه النيت هذوك اللي تيهضروا في هذاك الراديو امازيغ ولا كانوا راه ما عارف المغاربه شي سوا وحنا معروفين المغاربه انترناسيونال الدماغ اللي طايب على 20 مرة ولكن ما عمري ما نطيح بلادي وخوتي وبمالكي وامي واختي ما نطيحش بهم تبقى داكشي في الدم وداكشي في العروق المغربي تتحيدو تيبان لك ترونسبارو تيبان لك هكذا تيبان لك القلب ديالو يبانو لك الشرايين ديالو تيبان لك كيفاش داير هو راه ماشي هو الامريكاني ولا الماني ولا هولندي ولا بلجيكي ولا اسباني ولا راه المغربي تيحيد غير حوايج تيبان لك هكا ترونسبارو تتعرفو كي داير
تتشوفو تتعرفو. وهذا الميساج هدايا سنأدريسيه راديو أمازيغ و هذوك الأتباع ديالهم و لونتوراج ديالهم و راه تأفيشو بوريان و مكاينش لي ديها فيهم و مكاينش لي تسمعهم و لي يقولك وين غادي نوصلو و غادي يوصل سا ماجيستي ولا غادي يوصل هذا، راه مكاينش لي توصل له. عرفتي شكون تيجاوبوكم؟ تيجاوبوكم غي هذوك المغاربة لي تتعيرهم الحرار، هما اللي غيجاوبوه، هما اللي تيجاوبوكم. حنا هما تنبريزونطيو الشعب المغربي بالاسم ديال المغرب ديالنا والمالك ديالنا، حنا اللي تنجاوبو هاد عالم الحيوانات، حيت ما عندكمش النيفو ديالهم باش غيجاوبوكم، لانه هما ما يقدروش يضيعوا الوقت ديالهم باش يجاوبوكم. اونيلا باش نجاوبوكم، لان حيت عرفناكم بلا البوان فيبل ديالكم، بلا ما عندكم اوكان نيفو المعارضه وما عندكمش مع المعارضه، وبكلمه ديالكم ديال المعارضه على الكلاب والحمير ديالكم، السماء لا تسمع نهيق الحمير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عن في الفيديو الثاني تصب عليكم كلاب.